السلام عليكم، مرحبا طلاب صف الثالث متوسط. هاي المحاضرة الثانية بموضوع المستقيمات المتوازية والمتعامدة. بالمحاضرة السابقة أخذنا أنه حتى أثبت أنه المستقيمين المتوازيين لازم أبرهن أنه ميل الأول يساوي لميل الثاني. بهاي المحاضرة راح نكمل بقية الأمثلة لنفس الموضوع. أوكي، هنا example 2 prove that the points الA اللي هي سالب 2 بسالب 1 والB اللي هي سالب 1 بصفر والC اللي هي 2 بثلاثة are collinear، انه برهنين انه ذن النقاط الثلاثة على استقامة واحد. طبعا احنا ما نحتاج الرسم، لكن الرسم راح يكون للتوضيح افضل. هاي النقطة A اللي هي سالب 2 بسالب 1، والنقطة B اللي هي سالب 1 بصفر، والنقطة C اللي هي 2 بثلاثة. حتى أبرهن هاي النقاط على استقامة واحدة، المفروض أبرهن باستخدام الميل طبعا، أبرهن إنه هاي القطعة المستقيم من A إلى B ميلها، الميل هنا المفروض يساوي لي ميل قطعة المستقيم الثانية اللي هي من B إلى C. إذا هذا الميل الأول ساوى لي الميل الثاني، معناها هاي النقاط على استقامة واحد. أوكي، راح نستخدم قانون الميل. قانون الميل هو الـ y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. إذا الميل الأول اللي هو بين الـ AB راح يكون الـ A هي سالب 2 بسالب 1 والـ B سالب 1 بصفر. إذا هاي x1 y1 هاي x2 y2، فإذا راح يساوي الـ y2 اللي هي صفر ناقص الـ y1 اللي هي سالب واحد، فصفر ناقص سالب واحد راح يصير زائد واحد، على الـ x2 سالب واحد ناقص الـ x1 سالب اثنين، ناقص سالب اثنين راح يصير زائد اثنين، بالتالي ناتج واحد على سالب واحد زائد اثنين واحد راح يكون واحد. الميل الثاني للنقطة أو لقطعة المستقيم B C، إذا هذا الميل الأول اللي هو شقد استخرجناه؟ واحد. راح نجي نشوف الميل الثاني ايش راح يساوي عندي. نفس القانون، لكن هنا راح تكون X1 Y1 وهاي X2 Y2، فراح تكون حسب قانون الميل y2 ناقصا y1 3 ناقص y1 صفر على x2 ناقصا x1 2 ناقص سالب 1 راح يصير زائد 1، بالتالي 3 على 3 ناتجها ايضا 1. اذا هذا الميل الثاني لقطعة المستقيم BC ايضا ايش قاعد يساوي لي؟ 1. إذا راح استنتج الميل الأول اللي هو ميل AB راح يساوي لي ميل الثاني اللي هو المن B C، بالتالي النقاط شبيهة A B C شبيهن كولاينر، يعني على استقامة واحدة. أوكي شباب، الآن example 3 find the equation of line which passes through the point C اللي هي 5 و 3، يعني جد معادلة المستقيم اللي يمر من خلال النقطة 5 و 3 C. هذا المستقيم يريد أكتب معادلته. أوكي، أنا أعرف أنه معادلة المستقيم ما أقدر أستنتجها إلا من خلال نقطتين أو ميل ونقطة، والطريقة الثالثة اللي هي ميل ومقطع صاري. تمام، المعلومات الأخرى اللي نعطينا إياها and parallel، يعني هذا المستقيم يوازي مستقيم the line which pass through the two points اللي هي A اللي هي 4 5 وال B اللي هي 2 بسالب 3. فكرة السؤال شنو؟ إنه منطيني مستقيم رايد أكتب معادلة المستقيم، ما أقدر أكتب معادلة المستقيم إلا من خلال هاي الطرق. أولاً 2
two points. ثانيا slope زاد point. وثالثا الطريقة الثالثة اللي هي slope intercept. إذا بهاي الطرق أقدر أكتب شنو؟ معادلة المستقيم. هذا المستقيم ما بي ميل، بي فقط نقطة واحدة، تمام. شنو اللي راح استفاد من المستقيم الآخر؟ المستقيم الآخر بي نقطتين، أقدر أستخرج الميل إله. زين، شو استفاد منه؟ بما أنه هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم، إذا ميل هذا المستقيم يساوي هذا المستقيم. يعني إذا النقطتين أي وبي راح يستخرج الميل المن للمستقيم AB، بما انه هذا يوازي للمستقيم اللي يمر بالنقطة C، اذا ميل هذا راح يكون نفس ميل هذا، بالتالي صار عندي ميل ونقطة، اقدر اكتب شنو؟ المعادلة. اذا خطوتي الاولى هي راح استخرج الميل للمستقيم AB، شنو راح يكون؟ طبعا قانون الميل باعتبار عندي نقطتين الـ A والـ B، Y2 ناقصا Y1 x2 ناقصا x1 ويساوي a و b x1 y1 x2 y2. راح يصير عندي سالب 3 ناقص 5 على 2 ناقص 4، صار عندي الناتج سالب 8 على سالب 2، بالتالي بعد الاختصار ايش راح يكون؟ سالب مع سالب يحذف يختصر، اذا بقى عندي الميل يساوي 4. اذا هذا المستقيم اللي هو اي بي ميل ايش قد؟ 4. زين، انا عندي معلومه تقول انه هذا المستقيم ايش بي؟ يوازي المستقيم اللي يمر بالنقطه سي، فاذا ميل هذا المستقيم راح يوازي او يساوي عفوا اذا ميل المستقيم، خلينا نسمي اللي يمر بالنقطة C، شو يساوي هذا؟ يساوي ميل الـ AB. ليش؟ المستقيم هذا اللي يمر بالنقطة C يوازي الـ AB ويساوي ايش قد؟ 4. فصار عندي هذا المستقيم ميل معلوم اللي هو 4، عرفت من هذا المستقيم الثاني ونقطة. إذا أقدر أكتب المعادلة، شو يقول المعادلة؟ معادلة المستقيم تساوي y ناقصا y1 تساوي الميل في x ناقصا x1. هاي إذا تذكروها معادلة المستقيم باستخدام ميل ونقطة. بقى سأعوض y ناقص ال y1 اللي هو بال c، شقد؟ هاي x1 y1 راح يصير بعدني استفاديت منه ما احتاجه حاليا. الواي ناقصا الواي 1 اللي هي ايش قد؟ 3 تساوي الميل اللي هو 4 في الاكس ناقص الاكس 1 5. حاليا اقدر ابسطها، واي ناقصا 3 تساوي 4 اكس ناقص 20، انقل الثلاثة لهناك فراح يصير عندي الواي تساوي 4 اكس زائد عفوا ناقص 20 زائد 3 راح يصير ناقص 17. هاي هي معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة C. بقى عندي الاكزامبل الرابع اللي هو اف الألوان مستقيم الأول معادلته هي الواي يساوي سالب 5 على 3 اكس زائد 4، والال 2 مستقيم ثاني معادلته هي الواي يساوي 5 على 3 اكس زائد 4، والال 3 مستقيم ثالث معادلته هي الواي تساوي سالب 5 على 3 اكس ناقص 4. Which of these lines are parallel and why؟ يعني اي من هذه المستقيمات متوازيان ولماذا؟ اوكي، حتى نعرف انه يا مستقيم يوازي الاخر، احنا عندنا معلومه نقول مستقيمان متوازيان اذا كان شنو لهما نفس الميل، يعني ميل هذا المستقيم
نفس ميل هذا المستقيم، فإذا راح يكونون شبههم متوازية. الآن راح أجي أشوف المستقيم الأول حتى أقارن. الواي يساوي سالب 5 على 3 اتش زائد 4. ايش قد الميل إليه؟ إذا تذكرون هاي المعادلة، معادلة المستقيم شنو صورتها؟ ميل ومقطع سالب. ميل اللي هاي صورة واي، راح تبينها العفو، الواي يساوي الميل في الاتش زائد الكي، تمام؟ عفوا. فإذا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الميل هو سالب 5 على 3 والمقطع السالب اللي هو كي 4. اوكي، المستقيم الثاني معادلته هي الواي تساوي 5 على 3 اكس زائد 4. اذا الميل هو 5 على 3 والمقطع السالب يساوي 4. المستقيم الثالث الواي تساوي سالب 5 على 3 اكس ناقص 4. اذا الميل يساوي سالب 5 على 3 والكي تساوي سالب 4. هسه من هاي النتائج اقدر اعرف يا مستقيمين متوازيين اللي لهم شنو هو؟ نفس الميل. فاقول بما انه ميل المستقيم الاول اللي هو شقد؟ سالب 5 على 3 يساوي لي ميل المستقيم الثاني اللي هو ايضا شقد؟ سالب 5 على 3. لان هذا الميل يساوي هذا الميل. زين ليش ما يساوي الثالث؟ لان هذا موجب، اشارته موجبه، اذا اشارته شنو هو؟ سالب. اذا راح استنتج منه انه المستقيم الاول، عفوا المستقيم الثالث هذا، تمام، المستقيم الاول راح يوازي المستقيم الثالث. ليش؟ لان لهم نفس الميل، ميل المستقيم الاول هو نفس ميل المستقيم الثالث. زين مع ملاحظة انه لو تلاحظ انه المقطع الصادي هنا 4 وهنا سالب 4، المقطع الصادي ما مساوي، مع ذلك هم راح يكون متوازيين، ما لنا علاقة بالمقطع الصادي، اهم شيء عندنا شنو؟ انه الميل راح يكون متساوي.